قال محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مرافعاتهم الأولى أمام الكونغرس إنه لم يرتكب أي خطأ، محذرين من محاولة المساس بنتائج صناديق الاقتراع، وذلك بعد مرافعة الديمقراطيين المطالبة بالعزل. وأكد بات تشيبولوني محامي البيت الأبيض الذي تحدث أولا خلال جلسة مقتضبة أن المدعين العامين الديمقراطيين في قضية العزل لم ينجحوا في تقديم قضيتهم. وتقول مصادر مطلعة إنه لا شك في تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لكن هذه النقاشات تعتبر معركة لكسب الرأي العام كونها تأتي قبل أقل من 300 يوم من الانتخابات الرئاسية.